قدم هرم ولم يعد يلبي الحاجة، فقررت التخلص منه برصاصة الرحمة. ليس غريباً هذا المفهوم بالمجمل، لكن ماذا لو كنا نتحدث عن دولة كروسيا والمقصود قمرها الصناعي كوزموس 1408 الدائر في مداره منذ عام 1982؟ لا مشكلة أيضاً، غير أن الرصاصة هنا صاروخ وجه باتجاه الفضاء لينفجر مع القمر وتنفجر معها حرب كلامية من كل حدب وصوب، ومن خلفها نبضة في حرب الفضاء. فالعملية التي نفذتها موسكو كانت بهدف اختبار صاروخ باليستي لينتج أكثر من 1500 قطعة من النفايات الفضائية. بسبب هذا الاختبار، يقول بيل نيلسون مدير ناسا، إن رواد الفضاء يواجهون الآن خطراً أكبر بأربعة أضعاف من الخطر الطبيعي، كونه أجري على بعد 65 كيلومتراً فقط من المحطة الفضائية الدولية. تصرف غير مسؤول ومتهور بحسب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، واتفق معه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس سلوتنبرغ. أما روسيا فترى أن كل ما جاء من انتقادات لعمليتها لا يتجاوز إطار النفاق. لماذا كل هذه الجلبة؟ هذه ليست التجربة الأولى، فواشنطن هي أول من أقدمت عليها في عام 1959، غير أن خبراء أكدوا أن الحطام الناجم عن هذا الاختبار الروسي سيبقى في المدار لعشر سنوات.